بإيدينا نحفظها، بإيدينا نحميها، بيئتنا صحتنا، بيئتنا غالية علينا. بإيدينا نحفظها، بإيدينا نحميها، بيئتنا صحتنا، بيئتنا غالية علينا. المي وفروها إياكم بدروها، المي وفروها إياكم بدروها. هي شريان بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، أطلق شباب الأمة وبتعاون كريم مع بلدية خان يونس وأيضا الهيئة العامة للشباب والثقافة حملة لا نملك سوى أرض واحدة. هذه الحملة هي حملة ومبادرة شبابية تهدف إلى ترسيخ مفهوم الاهتمام الحقيقي بالبيئة الفلسطينية وبالأرض الفلسطينية، كوننا فلسطينيين لا نمتلك إلا أرض واحدة ووطن واحد. صحتنا بيئتنا غالية علينا. أطلقنا فعاليات على مدار أسبوع كامل، لعل غدا هي آخر هذه الفعاليات. كانت تعمل في مسارات متعددة، مسارات التنظيف المباشر كما نحن هنا، مسارات التثقيف للمواطن لنحث المواطن على أننا نملك بالفعل أرضا واحدة، نملك سماء واحدة، نملك شاطئا واحدا. لذا حريبنا جميعا أن نحافظ على هذا الملك الذي وهبنا الله إياه. والثالثة أيضا توزيع مجموعة من الأدوات المساعدة على المحلات والكافتريات. لذا هنا سنقوم بتوزيع مجموعة من أوعية لتجميع النفايات على الشاطئ، أكثر من 100 وعاء سيتم توزيعه على الكافتريات، وذلك من أجل تشجيع المواطنين على مزيد من الاهتمام بالنظافة، على المزيد من الاهتمام بالبيئة، على المزيد من المحافظة على أنفسهم. نجد مركز شباب الأمة أول الشركاء الفاعلين. في كل التحية والتقدير إلى المركز رئاسة وأعضاء ومتطوعين وعاملين، وشكر خاص لهم كل باسمه ولقبه. ونقول بإذن الله سنبقى معا وسويا حتى نحقق ما نرنو إليه. حقنا أن يكون لدينا نحافظ على بيئتنا، نحافظ على مجتمعنا، وأن يكون لنا أرضا خالية نظيفة بإذن الله تعالى.